أماني أنت قوية وأنت قدها يا أمي، وإن شاء الله بيروح الأثر وبيضل الأجر بإذن الله إلك، وإن شاء الله بتكوني دائما في تميز ونجاح يا أماني مستمر وأكثر كمان. أصير أماني حشيم، أماني محكوم 10 سنين، هي أم لطفلين أحمد وآدم، هي كمان طالبة ماجستير كانت عند اعتقالها، قضت من الحكم 5 سنين وبقي لها 5 سنين. اليوم نحن بنحتفل بأول إنجاز لأماني، أول كتاب أصدرت داخل الأسر. الكتاب محتواه هو مكون من 50 صفحة، وهو كله عن خواطر مرت فيها أماني داخل الأسر. هلأ طبعاً إحنا مبسوطين وفخورين فيها وفخورين بإنجازها، ونشكرها إنها تعطينا الدعم المعنوي دائماً أماني، نشكرها إنها حولت المحنة لمنحة. بقولها أمي إنه أنت دائماً أنا بستمد القوة منك، أنا بأي لقاء كنت أزورها فيه كنت أروح بنفسية للزيارة وأطلع بنفسية تانية، دائماً هي كانت تدعمني نفسياً ومعنوياً صراحة. طبعاً يعني هي بقدراتها وإنجازاتها وقوة إرادتها قدرت تحول الوضع اللي هي فيه، حولته لمنحة مش محنة كانت يعني بالنسبة لي. فطبعاً إحنا يعني بنشكرها على هذا الإشي ونتمنى لها الفرج القريب بإذن الله. واليوم إحنا عازمين كل العيلة عشان ماما سوت كتاب، وأنا كتير فخور فيه. أنا فخور بماما كتير ومبسوطة كتير عشان سوت كتاب. والدة الأسيرة شروق دويات من القدس، المحكوم 16 عام. بدي أحكي لأماني ألف ألف مبروك الإنجاز الكبير اللي كان فخر إلنا وفخر لبناتنا، وإنه طلع منك هيك شيء، وإن شاء الله يا رب يكون عام التحرير إلكم قريب، ويكون إلك إنجازات كثيرة كمان لقدام، وإن شاء الله تكونوا بخير جميعكم الأسيرات والأسرى.